السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. الموضوع هو الريدي تو دي تشيطة دينا ساكنة. تكلمنا عليه ماشي مرة ماشي جوج. تكلمنا على الناس اللي تي يعني تيديروا لي فور بيتي تي ديكلاريو بشي حاجة فالصو باش ياخذوا ويستافدوا من هذا الدعم هذا. على فكرة بغي نشرح واحد المسألة بعدا كاين بزاف في التعليق تقول لكم نوضو تخدموا بركة دير السعاية الطلبة دير ماشي سعاية ومشي طلبة. انسان خدم هنا مثلا واحد المده وهو خدام لظروف ما يعني فقد العمل ديالو وما خدامش بعد الحال الدوله تتقوم بالواجب ديالها وتتحاول انها تساعده في يعني في الاوقات الحرجه اللي تعيشها بين ما لقى الخدمه. المهم ما غاديش نطولوا في هذا الموضوع بزاف، لكن الجديد هو انه الانسان يحضر راسو لانه راه كاين يعني تحريات كاين مراقبه شديده من طرف الاجنسيه ديال الانتراتي فينانس الكارابينيري البوليس كل شيء قايمين يعني الناس من غير الناس اللي تخدموا في النوار من غير كذلك المشغلين تخدموا تاهما الناس في النوار يعني من غير هذه المسائل هذه وتيكون تيشد مثلا عنده ريديت ريديت شقه ديال الناس بطبيعه الحال راه كاين عقوبات جذريه لذلك الانسان خصو يحضر راسو. المساله اللي كاينه دابا هي انهم اكتشفوا كاين واحد الاجنسيه خاصه او واحد الجمعيه خاصه اكتشفوا بان كاينين الناس بزاف الله يستر هذوك الناس اللي مبليين بالقمار مبليين انه فاش يلعبوا كراتا فينشي تعرفوا لان في ايطاليا تعرفت المسائل هذه بان كاينين الناس يعني تستعملوا ديك الكارطه تمشيو مع شي انسان مع شي مواطن باغي يدير سبيزه ديالو باغي يتقدم مثلا من المارشي تمشيو معاه تدخل معاه السوبر مارشي ولا السوبر ميركاتو ولا ديبيردي ولا كاريفور ولا المهم تدخلوا معاه تتقداو السلعه ديالو وتخلصوا هما بديك الكارطه ديال الريديت ديال الشطه ديال انسا ملي تخرجوا برا تياخذوا يعني المقابل ديال داكشي اللي تقداوه ليه تعطيه لهم داك السيد فلوس او شوف تتفاهموا معاه بين راه تعطيهم لا سبيزه ودار واحد سبيزه ديال 30 اورو غادي يعطيهم مثلا 20 اورو. اكتشفوا بان هذوك الناس اللي تيديروا هذه المسائل هذه تيمشيو يعني مبليين تيمشيو الاغلب ديالهم تيمشيو تيلعبوا القمار والكارطه وهادشي المهم المسائل اللي ما تخسروها في القمار تخسروها مثلا في الشراب تخسروها في بعض المسائل اللي ماشي مهمه للحياه ماشي اللي هي الاساس علاش عطاوكم اصلا ذاك الدعم وديك الكارطه ديال الريديت وديك تشطني نفا هذيك الكارطه عطاوها لك يعني باش المسائل الاوليه تشري بها الدواء تشري بها مثلا الماكله تشري بها حوايج كذلك ما كاين حتى مشكل تقدر تخلص بها الكره ديالك تقدر المهم باش المسائل اللي ضروريه في الحياه على الاقل باش الانسان يكون عايش بواحد الكرامه وما يمدش يديه ما يخرجش للزنقه انه يسعى او انه يطلب. لذلك نبغي نقول للجميع يعني اي واحد الله يعفو على الجميع اولا نتمنى الله يعفو على الجميع الله يسترنا ويستر الجميع شي تنطلب بعد اولا احضروا راسكم لان المساله راه ماشي بالسهل ماشي بالشكل اللي تيظن الانسان ان راه المساله مطلوقه ما كاين لا مراقبه لا والو راه كاينه مراقبه وهاد الافعال هذه اللي تيديروا هاد الناس يعني راه غادي يخرجوا على الناس اللي فعلا انهم محتاجين لهذا الريديتو لهذا الدعم هذا. نتمنى ان هذه الحلقه تكون يعني فيها افاده ما تنساوناش من الدعم ديال القناه في الاشتراك ديال الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعم الفكره. نتمنى نتلاقى معكم في شي حلقه أخرى إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.